الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. واشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأخرج الناس من الجهالة وهداهم بعد الضلالة وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهيأ الله به لهذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، في هذه الأيام المباركة يرحل الناس من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها إلى بيت الله الحرام ليؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج التي فرضها الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة متى استطاع إليه سبيلا. يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر أي من أعرض عن الحج ولم يستجب لأمر الله تعالى وهو قادر عليه، وضع مكان هذه الكلمة من ترك الحج من كفر، كأن هذا كفر بالله والعياذ بالله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن فضل الله تبارك وتعالى أنه جعل الحج فريضة مرة واحدة في العمر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيها الناس، قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعاد الرجل السؤال وسكت النبي مرة ومرة ومرة، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إن من فضل الله أنه فرض هذه الفريضة في العمر مرة واحدة، وهي فريضة متميزة وعبادة شاملة. الإسلام نوع في عباداته، فهناك العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة. العبادات الظاهرة هي التي تؤدى بالجوارح ويراها الناس ويحسونها بأعينهم وجوارحهم، والعبادات الباطنة عبادات القلوب مثل الحب، حب الله والإخلاص له والإنابة إليه والتوكل عليه والرجاء في رحمته والخشية من عذابه إلى آخر هذه الأعمال
التي تتجسد فيها تقوى القلوب، والتي هي موضع نظر الله تبارك وتعالى. قبل كل شيء، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذه الأعمال الظاهرة منها العبادات البدنية والعبادات المالية والعبادات الفعلية والعبادات التركية. هناك عبادات تفعل فيها شيئا، وهناك عبادات تترك فيها، وهي الصيام، لأنه إمساك وامتناع عن المفطرات تقربا إلى الله تبارك وتعالى، عن شهوتي البطن والفرج. وهناك عبادات بدنية تؤدى بالبدن، بالمشقة البدنية، مثل الصلاة والصيام، وعبادات مالية تؤدى ببذل المال الذي هو شقيق الروح، وأحضرت الأنفس الشح، وكان الإنسان قتورا، مثل الزكاة والصدقات. وهناك عبادات جامعة بين البدنية والمالية، مثل الحج والجهاد في سبيل الله. فالحج عبادة بدنية مالية، أي إن الإنسان يتعب فيها ببدنه. أراد الله أن يكون الحج في ذلك الوادي، واد غير ذي زرع. لم يجعل الله الحج إلى أراض مثل لبنان أو سويسرا أو غير ذلك، جعله في هذا الوادي غير ذي الزرع، ليكون رحلة مكافحة ومعاناة، ويعيش الإنسان فيها أياما أشبه بحياة الكشاف الجوال، يعيش على البساطة والخشونة، يتنقل من هنا وهناك، يعيش ويحيا على أقل ما يمكن من الوسائل. يمكن أن ينام على ذراعه، يجعل ذراعه وسادته. وإن كان الحج في عصرنا قد تطور كثيرا وأصبح أيسر مما كان في الزمن الماضي، يسرت الوسائل الحديثة أمر الحج. ذكر الإمام النسفي أن رجلا كان يطوف بالبيت، فسأله أحد الطائفين من أي بلد، فذكر له بلدا بعيدا، قال متى خرجت من بلدك؟ قال أترى رأسي هذا؟ قال نعم. قال أترى فيه شعرة سوداء؟ قال لا. قال خرجت من بلدي وما في رأسي شعرة بيضاء، وأنا الآن ليس فيه شعرة سوداء. يعني كان يخرج من بلد إلى بلد، يعيش في البلد فترة من الزمن، يعمل فيها ويدخر بعض المال، ثم يذهب حتى يصل إلى البلد الآخر بعد شهر أو كذا، ثم يعيش في هذا البلد فترة، فلم يصل إلى الحج إلا بعد أن صار هكذا. الآن من أي بلد في الدنيا بعد ساعات يكون الحاج قد وصل إلى البلد الحرام. أي تيسير يسره الله للناس في عصرنا. ولذلك المهم أن الحج فيه بعض المشقات ولا شك، فلذلك هو عبادة بدنية وعبادة مالية، لأن الإنسان لابد أن يدفع ثمن المواصلة التي توصله بالبر أو بالبحر أو بالجو، حسب ما تيسر له وحسب ما يليق بحاله وبقدرته وأوضاعه المالية. فمن استطاع سبيلا إلى الحج وجب عليه أن يحج. اختلف العلماء، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ والذين قالوا إنه على التراخي قالوا إنه إذا فاته الحج بعدما قدر عليه فإنه يتحمل المسؤولية،
يتحمل اثم التأخير. اذا افتقر بعد غنى واعسر بعد يسار او مرض بعد صحة او مات وكان قد قدر في وقت ما فهو يتحمل مسؤولية التسويف والتأخير. ولهذا فالاحوط للمسلم اذا قدر على الحج ولم يكن عنده ظروف تمنعه ان يبادر به، كما جاء في الحديث: تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. فقد يمرض الصحيح ويشيخ الشاب ويفتقر الغني ويموت الحي، فلنستبق الخيرات. الاستطاعة الى الحج تعني امرين: الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، ان يكون لديه من المال ما يستطيع به الوصول الى البلد الحرام ولو بايسر السبل. يعني اذا كان يستطيع ان يذهب بالسيارة وليس عنده نفقة الطيارة فليذهب بالسيارة، واذا كان يستطيع ان يبقى كما يقولون الان الحج السريع. الحج عبارة عن 5 ايام ايها الاخوة، ويمكن تكون 4 ايام، يعني يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم العيد، ويومان بعد العيد، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. 5 ايام او 4 ايام. من كان عنده نفقة هذا الحج يجب ان يحج، ليس من الضروري ان يكون قادرا على الذهاب الى المدينة، لان المدينة ليست من شعائر الحج، هذه يمكن ان ييسرها الله له في وقت اخر. انما لا يؤخر الحج اذا كان قادرا على الذهاب الى مكة وحدها. ليس مما يجب ان يوفره الانسان ان يكون عنده مبالغ يشتري بها هدايا لاقاربه واصدقائه. بعض الناس يقول انا يعني اذهب واتي، وليس هذا يا اخي ليس فريضة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. من قدر على الحج من الناحية المالية ولم يكن عنده عائق من الناحية البدنية وجب عليه ان يحج. فان كان عنده عائق دائم يمكن ان يحج عنه بعض ابنائه او اخوانه او اقاربه اذا كان ميؤوسا من شفائه. والحج هناك اشياء يستطيع ان يفعلها الانسان بواسطة، واشياء يمكن ان يفعلها بالانابة. يستطيع ان يطوف بالبيت محمولا او راكبا الكرسي المتحرك، وهناك من يسوقه او يدفعه. يستطيع ان يسعى بين الصفا والمروة راكبا العربة، والوقوف بعرفة لا يحتاج الى شيء، هو باق في خيمته، والرمي الجمار يستطيع ان ينيب فيه. من كان لا يقدر على المزاحمة في رمي الجمار وعلى الذهاب اليه فلينب، ولكن من كان قادرا على ان يرمي ولو بالمزاحمة، ولو كانت امرأة تزاحم وترمي وتذكر الله عز وجل، واذكر الله في ايام معدودات. فمن قدر على الحج ولم يكن هناك عائق. احيانا توجد عوائق في بعض البلاد تحدد اعداد الحجاج نظرا للزحام الهائل الذي يحدث في هذه السنوات من حجاج بيت الله الحرام. اضطر المسلمون وتفاهمت المملكة العربية السعودية مع سائر المسلمين ان يكون هناك عدد محدد لكل بلد لا يتجاوزه حتى لا يتضاعف
الحجاج في الموسم ويقع من الأحداث ما لا يحبه المسلمون، مثل ما رأينا في السنوات الماضية ممن ماتوا في مرمى الجمرات. ولهذا تعمل قرعة لمن يريد الذهاب إلى الحج، القرعة، فمن لم يخرج حظه في القرعة كان هذا عذرا له، ينتظر إلى سنة قادمة وسنة قادمة حتى يخرج سهمه في القرعة. فهناك عوائق للإنسان ليست بيده، هي من الأعذار التي يسقط الله بها فورية هذه الفريضة عن الإنسان المسلم. الحج عبادة بدنية مالية، ظاهرة وباطنة، كل عبادة ظاهرة تصحبها عبادة باطنة هي النية والإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج لله، لم يحج للرياء والسمعة، ليسمى الحج احمد بعد ما كان اسمه احمد اسمه صار الحج احمد، لا، من حج لله جعل نيته خالصة لله فلم يرفث ولم يفسق، كما قال تعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فحش القول، خصوصا ما يتعلق بالنواحي الجنسية وهكذا، والفسوق المعاصي، والجدال المماراة مع الرفقاء ومع البائعين ومع الناس. يريد الإسلام أن تكون هذه الحجة أو هذه الرحلة رحلة سلام، رحلة تسامح، ليست رحلة شجار، ليست رحلة ملاحة في الصغير والكبير، حتى يستريح الناس ويتفرغوا لعبادة الله تعالى مخلصين له الدين حنفاء. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، وأيضا لم يجادل، كما جاء في القرآن، اكتفى الحديث بأهم ما ذكر القرآن: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولد ولادة جديدة متطهرا من الذنوب مغسولا من الخطايا. من أراد أن يبدأ صفحة جديدة مع الله فلينوي الحج بهذه النية، فليدخل هذه العبادة بهذه الإرادة، أنه يريد أن يحيا من جديد وأن يولد من جديد. وعلامة قبول الحج أن يكون الإنسان بعد الحج أفضل منه قبل الحج. بعض الناس للأسف يذهبون فيحجون ويعودون ولم يتغير من حياتهم شيء، ولم يتبدل من سلوكهم شيء، هو قبل الحج مثله بعد الحج، بل بعضهم والعياذ بالله يكون بعد الحج أسوأ مما كان قبل الحج، يظلم الناس، يأكل الحقوق، لا يبالي بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام، كأنما هذا الحج أعطاه رخصة أن يستحل الحرام وأن يأكل أموال الناس بالباطل. لا، لقد قال العلماء إن الذنوب التي يسقطها الحج هي ما بين الله وبين العباد، أما الذنوب التي بينك وما بين الله وبين العباد، أما الذنوب التي بين العباد بعضهم وبعض فهذه لا تسقط بالحج، إنما تسقط بردها إلى أصحابها،
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلا من عجز عن توفية الحقوق فهذا معذور، تاب إلى الله، ولكنه ظلم آلافا من العباد طوال حياته، وأخذ منهم أموالهم إما بالتجارة المحرمة أو بالغش في التجارة أو بالاحتكار أو بغير ذلك، وأراد أن يتوب ولم يعد عنده مال. إذا كان هكذا فهذا أصبح أمرا بينه وبين الله، فالحج يسقطه. ولكن إذا كان شخص يملك الملايين وهو يريد أن يطهر نفسه بالحج وعنده حقوق العباد في عنقه، نقول له: لو حججت 100 مرة واعتمرت 1000 عمرة فإن الله لا يغفر لك حتى ترد الحقوق إلى أهلها. أرأيتم ما هو أعظم من الحج؟ الشهادة في سبيل الله. من قتل في المعركة في سبيل الله وكانت عليه ديون للعباد فإن الشهادة في سبيل الله لا تكفرها. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم ولى الرجل ومشى خطوات، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ردوه إليه، قال: ماذا قلت آنفا؟ قال: قلت: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: إلا الدين، تكفر عنك خطاياك إذا قتلت في سبيل الله إلا الدين. أخبرني جبريل بها الساعة، يعني جبريل نزل عليه وسلم يصحح له الخطأ، قال له: لا، تكفر عنه خطاياه وذنوبه إذا قتل في سبيل الله إلا الديون، ديون العباد. فإذا كانت الشهادة في سبيل الله لا تسقط حقوق العباد فلا يمكن أن يسقطها الحج، وإن كان حجا لم يرفث فيه ولم يفسق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الناس يدعون بعضهم بعضا: أسأل الله أن يرزقك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ما هو الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة؟ الحج المبرور لابد فيه من شروط معينة. أول هذه الشروط: النية الخالصة لله، أن يكون لله. وثاني هذه الشروط: أن يكون من مال حلال، أن تكون نفقته للحج من حلال. ولذلك يحرص المسلمون الذين يحجون، يتحرون أن يكون المال الذي يحجون به حلالا زلالا، ليس فيه شائبة، لم يدخل البنوك الربوية، ليس فيه رائحة من روائح أكل أموال الناس بالباطل، يكون من جهة يعرف إنها حلال تماما من عمله الذي أدى فيه واجبه. حتى لو أن إنسانا يأخذ راتبا ولا يعمل بما يقابل هذا الراتب، هناك أناس يأخذون من الدولة رواتب وهم لا يعملون، لا يذهب إلى عمله، إذا يوقع وينصرف، هذا ليس حلالا، لم يعرق جبينه ولم تكد يمينه ولم يجهد بدنه في مقابل هذا الراتب، هذا المعاش. لابد للإنسان
الذي يريد أن يكون حجه مبرورا أن يكون ماله حلالا، يكون ماله حلال ويتحرى هذا. وقد جاء روي في بعض الأحاديث وإن لم تصح إنما معناها صحيح، أن الإنسان إذا حج من مال حلال وركب راحلته أو ركب سيارته أو ركب طائرته ولبى بالإحرام قال لبيك اللهم لبيك، فإذا كان ماله حلالا قيل له لبيك وسعديك، وإذا لم يكن ماله حلالا وقال لبيك اللهم لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، ارجع مأزورا غير مأجور، ضيعت ثواب حجك بهذا المال الحرام. والشاعر يقول إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت الإبل، أنت لم تحج إنما الناقة التي ركبتها أو السيارة التي ركبتها هي التي حجت، أما أنت لم تحج حقيقة ما دام مالك من حرام. كل هذا إشارة إلى الإنسان المسلم أن يحيا حياة طيبة وأن يقنع بالرزق الحلال. بعض الناس تتطلع أعينهم دائما إلى الحرام، ليس بالقليل يقنع ولا من الكثير يشبع، هو كجهنم كلما دخل فيها فوج وقيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد. إذا كان صاحب 1000 يريد أن يكون صاحب 1000000، وإذا كان صاحب 1000000 يريد أن يكون صاحب 10، وإذا كان صاحب 10 يريد أن يكون صاحب 100، فصاحب 1000 فصاحب 10 يبغي 10 100، وصاحب 1000 يبغي 1000 مليونا. هكذا الإنسان دائما طماع لا يشبع إلا الإنسان المؤمن، مهمته أن يتحرى الحلال، اتق المحارم أي المحرمات تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. مما ذكره العلماء في أمر الحج أن من كان عليه دين لا يجوز له أن يحج حتى يستأذن الدائن، حتى يستأذن الدائن، لأن الديون من حقوق العباد والحج من حقوق الله، وحقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاححة. المشاحة كل واحد يقول حقي حقي نفسي نفسي، الأنانية من خواص البشر، ولذلك لابد أن تؤدي حق البشر، تؤدي الدين إذا كان قد وجب، ولا تذهب إلى الحج وعليك دين إلا إذا كان دينا مقسطا مثل ديون الديون التي على للإنسان على الدولة، مثل القرض التي تعطيه الدولة 20 سنة 30 سنة في بناء البيوت، فهذه محدودة. إنما الديون التي للأفراد على الأفراد فلا يجوز للإنسان أن يذهب ليحج حتى يستأذن الدائن، يقول والله أنا أريد أن أحج وعلي لك 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، هل تسمح لي؟ فإذا سمح له فلا حرج، ولكن هنا شرط أيضا، الشخص قد يسمح له وهو لا يعرف ظروفه، ولكن هو يعرف ظروف نفسه، إن كان يعلم أن هذا الحج سيعطله
عن الوفاء بالدين، لانه العشرة الاف التي استعملها اذا كان هو مع زوجته او كذا يمكن 20,000، اذا كان يعرف ان هذا سيعجزه عن الوفاء بالدين فلا يكفي ان يسمح له الدائن، لابد ان يكون هو واثقا من نفسه بالقدرة على اداء هذا الدين، عنده مداخيل معينة ينتظرها، عنده اشياء يتوقعها، ويعرف انه ان شاء الله سيسدد الدين. الى هذا ايها الاخوة شدد الاسلام في حقوق العباد. ان الحج فريضة عظيمة وشعيرة لا نظير لها، هي شعيرة قديمة جديدة من عهد ابراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: واذ بوأنا مكان البيت، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. ليشهدوا منافع لهم، هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه، الله غني عن العباد كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الله غني عن عباده، واذا فرض عليهم فرائض فانما ذلك لمصلحتهم، ليرقى بهم، لتزكو انفسهم، ليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والاخلاقي الى ربهم، لتتحقق لهم منافع اجتماعية بهذه العبادات. فالله سبحانه وتعالى اذا فرض علينا عبادة من العبادات فليس ذلك لمنفعته، هو لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فرض الله علينا الصلاة كما قال تعالى لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وفرض الله علينا الزكاة ليطهرنا ويزكينا بها، وفرض علينا الصيام لعلنا نتقي الله لعلكم تتقون، وفرض علينا الحج كما جاء في الآيات التي ذكرناها ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هناك منفعة مؤكدة للإنسان المسلم وللمجتمع المسلم وللأمة المسلمة. الإنسان المسلم يعود بعد الحج أزكى نفسا وأطهر قلبا وأكثر تصميما على فعل الخير والبعد عن الشر. هذا ما نشهده في عموم الناس، ان الانسان بعد الحج افضل منه قبل الحج. الحج يعطيه شحنة روحية نفسية عاطفية، يزوده بهذه الشحنة ليدخل بها معركة الحياة. فهذا من اثر هذه العبادة العظيمة، عبادة في ارض بارك الله فيها للعالمين، ارض تهب عليها الذكريات الابراهيمية من بعيد والذكريات المحمدية من قريب. يذكر المسلم ابراهيم وابنه اسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت ويدعوان الله: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. المسلم بإيحاء هذه العبادة وبقوة الجماعة التي يراها وبهذا الدعاء الذي يشق عنان السماء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، بهذه الأعين التي تذرف العبرات عند الملتزم وفي الطواف بالبيت الحرام، هؤلاء الخاشعون المخلصون يراهم الإنسان العادي فيتأثر قلبه وينفعل وجدانه وتقوى إرادته. الإنسان ليس حجرا صلدا، إنما هو مشاعر وعواطف وأحاسيس. هذه الرحلة العظيمة تعلم المسلم ذلك وتعيده بهذه الشحنة الروحية العاطفية. من ناحية أخرى، الحج يوسع أفق المسلم الثقافي. الإنسان الذي يعيش في قريته أو في بلده وبين أهله وأقاربه لا يعرف شيئا عن العالم من حوله، الإسلام ينقله من هذه المحلية إلى العالمية، فيرى الناس من كل الألوان وكل الأجناس وكل الأقاليم وكل الطبقات، يرى هذا وقد قدم من الصين، وهذا وقد قدم من جنوب أفريقيا، وهذا من أستراليا، وهذا من البرازيل، وهذا من آسيا، وهذا من أفريقيا، وهذا من شرق أفريقيا، وهذا من غربها، وهذا من جنوبها، وهذا من شمالها، وهذا من وسطها. المسلم ينتقل من أفق إلى أفق بهذه العبادة، ويعلم أن دينه ليس دينا محليا، هو دين عالمي، وأن إخوته في المسلمين في كل العالم. هذه نقلة نوعية مهمة للإنسان المسلم. ثم الحج بعد ذلك تعليم لمبادئ الإسلام، تعليم عملي، تدريب للمسلم على المبادئ العليا والقيم الرفيعة التي جاء بها الإسلام، خصوصا القيم الاجتماعية، المساواة، الإخاء، الوحدة، السلام. هذه تتجسد في الحج تجسدا كاملا. مساواة لا شك فيها. نحن في المسجد، المسجد يحقق المساواة، ولكن يبقى الناس متفاوتين في أزيائهم المختلفة، هذا يلبس غطرة، وهذا يلبس عقالا، وهذا يكشف رأسه، وهذا يلبس بدلة أفرنجية، وهذا كل واحد واحد يلبس ثياب غالية الثمن، وآخر يلبس ثياب دراهم معدودة، فيظل هناك قدر من التفاوت. أراد الله سبحانه في الحج أن يزيل هذا التفاوت، يلبس ملابس لا تدخلها الصنعة. هناك بعض الفلاسفة قالوا إن الإنسان يحتاج في بعض الأوقات أن يعود إلى نقاء الطبيعة وإلى طهر الطبيعة، نادى بذلك روسو وغيره من الفلاسفة الغربيين، ولم يستطيعوا أن يحققوا ذلك. الإسلام حقق ذلك بطريقة الحج، عد إلى الطبيعة، البس ثيابا يعني في غاية التواضع، كلها ثياب بيضاء وثياب ليس فيها صنعة، لم يدخل فيها يد الخياط الترزي الذي يفرق بين الناس بتزويقاته وزخرفاته. أشياء تعود إلى الفطرة، إلى الطبيعة. فهذا يعلم الإنسان المساواة بغيره، يتحقق في هذا المساواة بين الناس. أنت في عرفة أو في الطواف حول البيت أو في السعي بين الصفا والمروة لا تفرق الأمير من الغفير ولا الوزير من الحقير، كلهم سواسية. تعليم المساواة، الوحدة، وحدة المسلمين، أن المسلمين أمة واحدة. المسلم يسمع ذلك من الخطباء ومن الوعاظ في الحج، يرى وحدة هذه الأمة، أمة ربها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة
وشعائرها واحدة، ما الذي يمنعها ان تتوحد؟ انه يرى ذلك مجسدا في فريضة الحج. وفريضة الحج رحلة سلام. المسلم في هذه الرحلة هي رحلة سلام الى ارض السلام في زمن السلام، رحلة سلام بالاحرام. امتنع المسلم عن اي شيء فيه ايذاء لغيره، حتى الجدال وحتى الصيد، لا يصيد لا لنفسه ولا لغيره. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. حتى قطع الحشائش في تلك الارض لا يجوز، انه سلم لكل ما حوله ومن حوله. هذا تعليم، حتى لا يحلق شعره ولا يقلم اظفاره، هذه الالات لا يستخدمها. الناس في عصرنا ينادون بالسلام، والاسلام يعلم المسلم هذا السلام في ارض السلام، مكان من دخله كان امنا. حتى قال عمر: لو رأيت فيه قاتل ابي ما مسته يدي. امن وسلام، فهذه هي الفريضة العظيمة، هي هذا المؤتمر العظيم الذي دعا اليه الله تبارك وتعالى ولباه الناس من كل صوب ومن كل فج عميق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فاجابوا وسألوه فاعطاهم. هم وفود الله عز وجل الى بيت الله، الى ارض الله. هذه هي الفريضة العظيمة التي نسأل الله تبارك وتعالى ان يكتبها لنا، وان يكتب لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.